الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب. ركن أساسي، ركن إيماني، أو ركن إيمان آخر، كتاب الرب علامة ربنا. نعم، نؤمن بأن كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى، لا يماثل كلام الخلق. أم إنا دكنكي بتين كتابك الرب علامة مرهاتنا أو كتابنا كلام الرب علامنا أمناش كلام الرب علامي قبول لكن. ونؤمن بأنها منزلة لا مخلوقة. أم إنا دكنكي أو نا كلامنا إش عزمين جوري إش رب علامي مرهاتنا مخلوق نينا. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. أم إنا دكنكي سجي رب علامي هر بخنبرينا كتابك شاندية. نؤمن بجميع الكتب. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. رب العالمين نبي كيجا أنا مرة قلت يا مناجي إنادكن. وأخبارها. أخباري وان. هندري وان كتابة تشاء مناجي إنادكن. وأحكامها. حكم وانجي. وأن القرآن ناسخ لجميع الكتب. أم إساجي إنادكن كي القرآن باري ويا تشك كتاب هاتنا حكم وناجش تميز كريه. فلا نطالع هذه الكتب، نطالع فقط الكتاب والسنة. أمون كتبه قشكي إيدا إنا ناكن يعني حكم أنا قبول ناكن ليه أمونا إنا ذكن أم اتباع القرآن والسنة ذكن وقت يعني لا نقرأ لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في أي كتاب نؤمن بها ونقرأ ما في كتابنا من القرآن والسنة أم إنا ذكن كي توراة إنجيل زبور قدي أنا أب كتابنا أجرب علمي هاتنا ميا إنا ذكن لكن أمون كتابها ناخن لأن حكمنا هاتيا تميز كرني دا وقتها بحكم قرآني ودجين.